بتكمل كايروكي 2003 2004 2005، بتكمل مسار اجباري اللي بتبدا من اسكندريه، وبتكمل كمان بلاك تيما اللي جايه بثقافه جديده جدا وجايه تاني بموسيقى الاعراق الاثنيك ميوزك ودمجاها بالفيوجن بتاع الجاز، وبيبتدي الثلاث بندات دولت يشتغلوا مع بعض وبيبتدوا يكونوا جمهور اجدد. في الوقت ده بدات فكره السي دي يظهر في مصر، ومع السي دي بدات تظهر فكره تانية اسمها القرصنه. القرصنة ان مجرد ما كان السي دي ينزل في السوق كان بيتنسخ، وكان بدأ شوية الشريط الكاسيت ينحصر، فكان دي مشكلة للمنتجين، ان المنتجين ممكن يعملوا شريط او سي دي ويكلفوه ملايين ولكن في لحظة واحدة يتنسخ. ايه علاقة ده بالاندرجراوند؟ الاندرجراوند لم يكن يعنيهم هذا الامر تماما لسبب واحد، ان ما كانش اصلا حد متحمس ينتج لهم، فالمشكلة دي كلها ما كانوش هم حاسين بيها، هم كانوا بيغنوا وبيألفوا وبيكتبوا وبيعملوا حفلات والناس بتروح لهم بدون ما اللي فوق يحس بيهم، لحد ما جت النقلة، ودي النقلة المهمة جدا، ان طارق العريان بيحضر حفلة لفرقة وسط البلد وبيفاجأ بكم الجمهور المهول اللي بيحضر الحفلة، واللي في الحقيقة هو نفسه ما كانش متصور ان في ناس بتغني هنا. ولذلك طارق اللي كان ساعتها عنده شركة ستار جيت بيتعاقد مع فرقة وسط البلد ان هو ينفذ لهم الالبوم الاولاني، وبينجح بالفعل ان هو يبيعه. مفاجأة طارق العريان نقدر نعتبرها اول نقلة ناحية نقل الاندرجراوند لفوق شوية، لان كونك ان انت تعمل لهم ألبوم أو اسطوانة ده ما كانش في أحلامه. وجود طارق سهل جداً العملية دي، برغم أن طارق ساعتها كان بينتج لرامي صبري وأسماء أخرى، ولكن العدد ده في الحفلات كان لا يمكن يتجمع إلا بنتاج السنين اللي فاتت. لما نيجي مثلاً نقارن وجود فرقة واحدة من الفرق اللي بتقدم الموسيقى الرائجة زي واما مثلاً، كان مستحيل واما في الوقت ده يعملوا حفلة وتجيب الأعداد دي وباستمرار. ولذلك كان طريقة تفكير طارق ان هو يقدر ينقل الناس دي من تحت. قلبي يقول لي علشان عارف تسرر مشاعر ده قلبه مادد ايديه، وفعلا يعمل لهم زي خطة صغيرة كده، وبينجح في ان هو يحصل من الاوبرا على ارض الاوبرا، المساحة الكبيرة اللي بره في جراج الاوبرا من بره خالص. ويفكر طارق في فكرة ازاي ان هو يدمج الموسيقى الناشئة دي اللي ليها جمهور كبير مع نجمة كبيرة زي أصالة، ويتعاقد مع الاوبرا اللي كان ليها شروط عنيفة جداً إن هي تخلي حد يغني عندها، ويعمل أصالة في وسط البلد سنة 2008 ويجمعهم كلهم على مسرح واحد، ويعزم تقريباً كل نجوم الموسيقى في الوقت ده علشان يثبت إن الدمج في الموسيقى ممكن جداً يقرب الجمهور من بعضه. في نفس الوقت الدمج إن أنا أغني معاك وغني جنبك ممكن يلغي الفاصل بتاع الأندرجراوند واللي مش أندرجراوند، والدليل إن نجمة كبيرة زي أصالة بتغني الأغاني دي والناس بتقبلها. بتجري عليها عليها هيك منك صدقت عليها، وبقيت روحك تجري عليها. مرة تانية أصالة في وسط البلد بتلهم بقية الموسيقيين اللي بيحلموا ان هم يعملوا موسيقى مختلفه. لسه كايروكي شغاله، ولسه بلاك تيما موجوده، ولسه مسار اجباري بتتحرك بنفس الايقاع تقريبا. المخرج احمد عبد الله بيتحمس للحركه الناشئه المتمثله في الفرق الموسيقيه دي، في نفس الوقت بيتحمس الفنان خالد ابو النجا كممثل وكمنتج، بيقرروا ان هم ينتجوا فيلم بالتعاون مع المنتج محمد حفظي مايكروفون. مايكروفون هو الفيلم اللي قدر يجمع فيه احمد عبد الله، هاني عادل نفسه، فرقه مسار اجباري، علي الهلباوي، وايكرو، ومسكره اللي هي فرقه من بنات فقط، علشان احمد يحاول يوصل رساله ان في حركه موسيقيه بتتحرك الدافع اللي وراها هو الفن فقط، في نفس الوقت مستقلين فنيا ومستقلين فكريا ومستقلين ماديا بعيد عن سيطره الانتاج الموسيقي. مش بس كده، قوتهم الاساسيه جايه من الحفلات، والحفلات بتتطلب شخصيه مختلفه جدا للي فوق المسرح. لازم الفرقه اللي فوق المسرح يكون فيها فايبس او يكون فيها نيرف معين او روح معينه بتتنقل للناس اللي بتسمعهم علشان يفضلوا يجولهم كل مره. زي ما قلنا قبل كده، دي كانت الحلقه اللي ناقصه المنتجين في الوقت ده، اللي كانوا بيخسروا برغم ان هم بيدفعوا فلوس كتيره جدا في الانتاج. ايه الاخبار؟ مفيش مسرح، مفيش فلوس، شكلها مفيش حفله.
فأكتر تظهر في نغم مصري وافتكاسات وغيرهم. وبعد كده بتيجي سنة 2011 بيبتدي الفرق الموسيقية دي تظهر شوية في الساحة لحد ما يصل عددهم إلى أكتر من 200 فرق. 200 فرقة موسيقية ما بين أسماء كبيرة وأسماء متوسطة وأسماء لسه بتبدأ، كلهم بيحاولوا إن هم يقولوا فكرة جديدة ويقولوا موسيقى جديدة أساسها هو إن أنت تتكلم شوية عن الشعب وعن الناس. كايروكي بالفعل كانوا بادئين تجربتهم من قبل كده بشوية، ولكن في عام 2010 تقريبا كانوا بيقرروا ان هم ينفصلوا زي ما قال ولاء كمال في كتابه ايامي مع كايروكي. ولكن مع اغنيه في كل شارع في بلادي بيبدا كايروكي تاني يرجعوا للمشهد ويبتدوا من اول وجديد يفكروا ازاي ممكن ترجع كايروكي وازاي ممكن يقدموا الفن اللي هم كانوا بيحلموا بيه من قبل. كايروكي كان يدوبك بيحضرها 30 40 50 واحد، معظمهم من صحابهم، لدرجه ان احنا كنا ممكن نقوم من الحفله نسلم على بعض. لكن الفكره هو تصميمهم واصرارهم ان هم يكملوا وان هم يخلقوا تجربتهم الشخصيه. في الوقت ده كانت كايروكي بتغني من كلمات احمد فؤاد نجم وعبد الرحمن الأبنودي، لكن مع تطور الرؤيه بتاعتهم بدا امير يكون فكره ازاي ممكن يتحول هو للمؤلف الملحن المؤدي. والتركيبة دي نفسها هي في الأساس تركيبة كانت ناقصة شوية في السوق المصري. كمان حسب ما بيحكي أمير إن اللي اكتشف فيه ملكة الكتابة كان أستاذنا فتحي سلام. ورد معاد مع أمير قال له جرب إن أنت تكتب أفكارك على الورق، ولو قدرت توصل لكده هتعرف تكتب أفكار كويس. من هذا المنطلق بيبتدي كايروكي يطلعوا بأفكار جديدة منبعها الطريقة اللي بيكتب منها أمير موضوعاته، واللي بتبقى جديدة على الحركة اللي عملها اوريدي وسط البلد من قبل. وانا هو حرب دايره جواك، جوا مني وبتتلي مهما جريت. واللي عملها مسار اجباري من قبله بشويه برضه. بتتميز كايروكي، بتتحرك بسرعه، بتغير من نفسها لحد ما كل المجموعه دي ما بقتش اندر جراوند خلاص، بقى يتعاقدوا مع شركات الاتصالات، بقى يتعاقدوا مع شركات المياه الغازيه بيبسي وكوكاكولا وغيرها، بقى يتعاقدوا على اعلانات. وبدات الحركه اللي الاندر جراوند دي ما تبقاش اندر جراوند، لان انت كنت في وقت من الاوقات تحت الكوبري. في الوقت ده 2012 و2013 و2014 بسهوله جدا ممكن تلاقي صورهم متعلقه على البيل بوردز او على اليوفط اللي على الكباري. إذن الأندر جراوند ما بقاش أندر جراوند. الساحة التجارية خلاص بدأت تاخد بالها إن في حاجة اسمها فرق موسيقية، المنتجين بدأوا ياخدوا بالهم إن في حاجة اسمها فرق موسيقية، وبدأت تظهر مجموعة فرق تانية نقدر نسميهم إن هم النهاية بتاعت الموجة الثالثة من الفرق الموسيقية. فبدأ يظهر شارموفرز، بدأ يظهر عمدان النور، وبدأ يظهر مجموعة تانية من الفرق اللي ما قدرتش قوي تكمل أو ما قدرتش قوي تخلق لنفسها خط واضح يخليها تستمر. يوصل الفرق لرقم كبير جدا، ثم فجأة العدد ده يقل، العدد ده يقل لدرجة ان ممكن يوصلوا لعشرة او تسعة هم اللي لسه متواجدين، وهم اللي لسه ممكن يبتدوا يحركوا السوق او يعملوا حفلة وتنجح. في نفس الوقت ومع نهاية اول عشر سنين من الألفية ومع نهاية خمس سنين اللي بعدهم يعني 2015 2016 2017 بتبتدي تظهر على استحياء حركات تانية زي المهرجانات، علشان نقول ان هي بتاخد شوية مكان الموسيقى الشعبية اللي المفروض المنطقة دي كانت متغطية قبل كده من الاندر جراوند. مع ان الفرق بينهم فرق كبير، ان لما بدأوا الاندر جراوند كان احيانا بيتسمع الموسيقى بتاعتهم موسيقى المثقفين او موسيقى النخبه، لكن ده مش الحقيقه. الحقيقه ان هم قدروا يجمعوا حواليهم شباب من كل الفئات، لكن لما جت المهرجانات اثبتت ان لسه تاني في طبقه تحت عندها الطريقه اللي تعبر بيها، عندها الشكل اللي يعبروا بيه، وبرضو خدوا وقتهم وفضلوا شويه تحت النظر لحد ما بداوا مع 2018 و2019
19 اثبتوا وجوده، برغم ان اللي متابعهم شويه هيلاقي ان هم ليهم بعض المحاولات على استحياء كده في 2012 و2013 و2014، لكن لسه ما كانتش تجربتهم اكتملت، او بمعنى اصح كانت لسه كمان اندر جراوند. وبكده نقدر نقول ان ما بقاش في حاجه اسمها اندر جراوند ومش اندر جراوند، وما بقاش في حاجه اسمها مستقل، لان ببساطه كله بقى مستقل. كل فنان النهارده بقى مستقل بافكاره ومستقل بانتاجه. كل فنان النهارده بينتج لنفسه، عمرو دياب بينتج لنفسه، محمد حماقي بينتج لنفسه، دينا الوليد بتنتج لنفسها، وسط البلد بينتجوا لنفسهم، كايروكي بينتجوا لنفسهم، اصاله بتنتج لنفسها. فكره المنتج بشكل عام انتهت. اذا اول حاجه ما بقاش في حاجه اسمها موسيقى مستقله، لان الفنان النهارده بقى مستقل فنيا وفكريا وانتاجيا. نمره 2، ما بقاش في حاجه اسمها اندر جراوند، لان الاندر جراوند اوريدي بقى موجود. ازاي اندر جراوند وشارموفرز مثلا مغنيين اغاني لثلاث افلام مثلا على الاقل؟ ازاي نقول ان هم اندر جراوند وامير عيد بيغني مع محمود العسيلي، هم الاثنين مع بعض؟ ازاي نقدر نقول ان بقى في حاجه اسمها اندر جراوند او حاجه مختفيه واحنا بنشوف شارموفرز بيغنوا مع محمود الليسي، شعبي مع بوب او فانك او راب؟ ازاي حد زي ويجز ممكن يغني مع شاكوش؟ الموضوع اصبح ملوش مسميات. فاكره انا وانتي لما كلامنا كان بيتغنى، لما علينا من غير مواعيد حين علينا، لو مرت لينا ده الفرح نسينا اللي تملي بعيد. كل المسميات دي اصبحت غير منطقية واصبحت غير موجودة، والفروق ما بقتش موجودة. والسوق نفسه دلوقتي اللي بيحركوا الناس وذوق الناس واللي يحبوا يسمعوا الناس، واللي هو في الحقيقة كل الحدود او الفواصل اللي بتفصل الفن عن بعضه ما بقتش موجودة. وزي ما في حركات جديده بتظهر وافكار جديده بتظهر، فبيظهر التراب والراب، جيل جديد بيعبر عن نفسه كلنا بنسمعه كلنا بنتحمس له، في نفس الوقت مش منفصل جدا عن السين او عن المشهد الموسيقي، بالعكس يندمج معاه. وقلنا قبل كده ان كل الفواصل اللي في الموسيقى بتبتدي تنتهي علشان تمهد لفكره جديده او موجه جديده وتستمر الحياه.